الخير. لماذا تقتحم السياسة أبواب الجامعة اللبنانية من بابها العريض؟ هكذا يقول المتعاقدون غير المرشحين للتفرغ، معترضين على سياسة تسودها المحسوبيات والمحاصصة ليخرج غير المدعومين من معادلة التفرغ في وقت لم يحسم الموضوع بعد. ما هي حقيقة هذه القضية في فقرة أولى من الحلقة حول ملف عن الجامعة اللبنانية سيتابع في برنامج الفساد في محاور عدة. وفي الحلقة أيضا ملف لم يحسمه القانون الجديد بعد بين المستأجر والمالك، علاقة تحتاج إلى تنظيم في وقت تهاوى فيه القانون القديم مع تصدع الأبنية الآيلة للسقوط. فمن يرمم الأبنية والقانون معا على نحو عادل متوازن لا يضيع على المالكين حقوقهم ولا على المستأجرين فرص سكنهم في بلد غير ناقص لأزمات معيشية جديدة. عنوانان في حلقة الليلة: الجامعة اللبنانية وقانون الإيجارات في وقت يعاني فيه صاحب مبنى فسوح في الأشرفية وبعد عام على سقوط هذا المبنى من ظلم لحق به على حد قوله. كلود سعادة صاحب المبنى المنهار في فسوح في منطقة الأشرفية سيطل عبر برنامج الفساد لأول مرة شاكيا بعد أن كان سجينا. نبدأ في بالفقرة الأولى بموضوع ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية. معنا أستاذ العلوم التربوية بالجامعة اللبنانية دكتور عماد سميحة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وكمان أيضا معنا دكتورة وفاء نون أستاذة في كلية العلوم، أهلا وسهلا فيك. وسيكون أيضا خلال هذه الفقرة مداخلة من عميد كلية الأعلام دكتور جورج كلاس الذي يعبر عن رأي إدارة الجامعة وسيرد بلسان إدارة الجامعة إذا جاز التعبير. وأيضا معنا عن الأساتذة الذين تم ترشيحهم للتفرغ الدكتور رأفت طرف. دكتور عماد، مباشرة بصلب الموضوع، لماذا هذه الاعتراضات بوقت يصر رئيس الجامعة على أنه المعايير هي معايير صحيحة، معايير سليمة، أسس تم اعتمادها للترشيح للتفرغ وتمت يعني مراعاة المعايير وأيضا يعني الأسس اللي يجب أن تراعى ابتداء من كما يقول الدكتور عدنان السيد حسين ابتداء من التصاريح التي يقوم بها مدراء الأقسام ومدراء الفروع وعمادات الجامعات الكليات بالجامعة اللبنانية؟ ليش معترضين أنتو؟ أول شيء بتشكرك أنا ست غادة على استقبالك وبنتشكر إدارة الجديد لأنه نحن كمستثنين من التفرغ نحن محاصرين إعلاميا وللأسف ممن يدير هذا أكثر الملف. أكثر من 150 دكتور بالجامعة طبعاً كيف طبعاً. كنت تحاصروا إعلاميا؟ 150 واحد تتوفر لهم المعايير والشروط ونحن طبعا مرشحين. هلا إذا أنت بتكون تعمل مؤتمر صحافي ما بتبطلكم عملنا صرنا أكثر من مرة عاملين مؤتمر إذا صحيح. بتكون تطلعوا ببرامج تلفزيونية طبعاً. يعني أنتوا طلبتوا قلنا لكم أهلا وسهلا. نحن بنتشكركم لأنه يعني تقريبا أنتوا الوحيدين اللي استقبلتونا طبعا إضافة ل بس بشكل أساسي. أول شيء نحن عم خلافنا يعني طبعا نحن مرشحين محاضر الترشيحات من الفروع ومن الأقسام بين إيديك، هذا جزء منهم طبعا. نعم. في زميلتنا وفاء عندها الجزء الآخر. نحن يعني عم نطالب باعتماد المعايير وتطبيق القانون. فما الدكتور عدنان السيد حسين يصر على أنه هو يعتمد ماشي معايير. يعني نحن أول شيء لنوضح زملائنا يعني من هم في الملف أو زملائنا، نحن بالعكس مصلحتنا نحن وياهم مش مشكلتكم معهم. نعم نعم مشكلتنا مش معهم ولا مشكلتهم معنا، نحن مشكلتنا مع هالتدخلات السياسية مع هالمحاصصات وغياب تطبيق القانون. طيب خلينا نوضح شوي، خلينا نسمي الأمور بأسماء مثل ما نحن معودين بالبرنامج. شو يعني تدخلات سياسية؟ يعني كأنه عم نقول أنه كل حزب سياسي فاعل ونافذ وكل طرف من القوى السياسية عم بتلفن يقول لهم أنا بدي فلان وفلان 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 هيك الوقت. قبل موضوع الأحزاب في المادة 9 من القانون 66 تتضمن على آلية الترشح والترشيح بهالمعنى. نعم. في شيء اسمه مجلس وحدة كناية عن مجلس الكلية يعني اللي فيها كذا فرع بكذا محافظة. في ترشيحات ترفع على مجلس الوحدة. نحن بدنا نطالب بمحاضر مجلس الوحدات اللي مرفوعة لأنه بتقديرنا في بعض المجال بعض المحاضر تغيرت لصالح هاي القوى السياسية. مين اللي عم بيغير؟
لصالح هاي التدخلات، التدخلات السياسية والقوة السياسية، وللأسف من يدير الملف يرضخ لهذه التدخلات. مين عم بيدير الملف حاليا؟ حاليا رئيس الجامعة. ما في مجلس عم بيدير الملف؟ ما في مجلس جامعة مغير، رئيس الجامعة وحده بعمل. طبعا ما مشكلة، مش مشكلة الرئيس، مشكلة غياب مجلس الجامعة بالأساس مغيب، صاروا من 2004. نحن عم نطالب باستعادة المجالس التمثيلية والأكاديمية عبر تعيين العمدة المرشحين، صاروا سنة حسب الأصول، وبالتالي تشكيل مجلس الجامعة. مجرد ما يكون في مجلس الجامعة يعني مشكل من كل العمدة وممثلي الأسيادية، نحن برأينا مجلس الجامعة هو مدخل لإصلاح الجامعة، لا يمكن أن تنحصر، وبتقديرنا هذا مطلب رئيس الجامعة كمان، تعيين العمدة ومجلس الجامعة. أما تغيير المحاضر، في ناس طبعا يعني أنتوا عندكم إثبات على أنه المحاضر، حاعطيك إثباتات كتير. طبعا طبعا أول شيء بالدرجة الأولى، طبعا أنا بدرس بمعهد العلوم الاجتماعية، نعم، هناك ترشيحات من كل الفروع، من كل فروع العلوم الاجتماعية إلى مجلس ال، يعني تنوضح للمشاهدين أنه ترشيحات تقصد أنه مقترحات بأسماء متعاقدين كفؤين لأنهم يكونوا متفرغين، يستوفون الشروط عن بعض المثل، نفس الشيء بكلية عم تتغير هذه اللوائح. طبعا طبعا لصالح ما يسمى تدخلات السياسية، وأيضا ما يسمى بالتوازن الطائفي اللي بيسميه حضرة الرئيس بالتوازن الوطني، وهي بدعة أنا برأيي، هذه خرب البلد. شو معنى التوازن الطائفي؟ التوازن الطائفي هو مدخل للمحاصصة، بمعنى أحزاب كل طائفة تتقاسم. هل قد يعني عم بتلمسوا مباشرة انه الاشخاص اللي عم بيتم يعني ترشيحهم على اعطيك امثلة انا عندي بالمعهد، اعطيك امثلة في نحن صرنا سنوات، نعم، 5 سنين، وفي ناس صاروا 10 سنين عم بيعلموا. طبعا في ترشيحات، في جزء من الترشيحات يستحق طبعا، وفي ناس بالباراشوت نزلوا. كيف يعني؟ صاروا شهرين ثلاثة، يعني عينات صاروا شهرين ثلاثة، اعطي امثله. وطبعا نحن بمعهد العلوم الاجتماعي ما حدا متعاقد له شهرين ثلاثة بده يتفرغ، 25 ساعة عنده نصاب. طبعا طبعا السنة الماضية بأواسط زميل إلنا، نعم زميل إلنا، مين دعمه؟ مين دعمه يعني؟ أحزاب. هو ينتمي إلى حزب بحديثنا مع رئيس الجامعة، وهلا رح نستوضح طبعاً من دكتور كلاس، هو بيقول انه في اختصاصات معينة، ما في اختصاصات، في بعض المطلب يعني بيكون ولو انه ما له سبب زمان بالتفرغ، ولكن هو اختصاصه بحاجة له بالجامعة، تحت بدعة الحاجة، كل متعاقد هو حاجة للجامعة اول شيء. لا اذا اختصاص معين ما في عدد، ما في بعلم الاجتماع في اختصاص واحد، الفورماسيون احنا تبعنا كلنا. طيب العينه اللي انت عم تحكي عنها حضرتك، هي في يعني هي لا يعني هل هي بمجال نحتاج اليه في الجامعه اللبنانيه، او هو في مثله ما في حزب؟ ما في شو حزب لو سمحت، بس بدي اوضح مساله. رح نحكي معك دكتوره وفاء عن تجربتك الشخصيه كمان بالموضوع، لانك انت من الحاصلين على منحه من الجامعة اللبنانية، اختصاصك صعب بالفيزياء، وأنت يعني استبعدت من الترشح للتفرغ، ليش؟ طبعا أنا مش واحدة اللي استبعدت، ومش واحدة اللي ممنوحة، في كتير من زملائي ممنوحين وكفئين وجيدين. نحن هذا الغياب والاستبعاد، هذا اللي أنا بدي أطرحه معك ليلي، إنه بدي أعرف أنا على أي أساس أنا استبعدت وغيري لم يستبعد. طبعا بغض النظر اذا كان هذا الشخص له احقيه ولا ما له احقيه، لانه معظم زملائنا اللي وردت اسمائهم لا احزاب، بس لا انتمي الى اي حزب سياسي. بالنسبه لي هذا هو السبب. طبعا هذا ما بيعني انه كل اللي وردت اسمائهم هن ينتمون الى احزاب او مدعومين من احزاب، الا انه للاسف مثل كل شيء بهالبلد يعني، بس نرفض انه يكون على مستوى الجامعه اللبنانيه وعلى مستوى اساتذه الجامعه اللبنانيه. يعني ممكن نقبل او نتقبل او نتفهم مساله التوازن الطائفي او المحاصصه الحزبيه بمراكز معينه بالدوله، بس ما ممكن نتقبلها على اساس جامعي او طبيب او مهندس. مش مقبوله طبعا، ما في شيء بالقانون بالهامش اللي تركوه بالفئه الاولى، طبعا يعني طبعا مرفوضه بس متروك الهامش للفئه الاولى. بدي اوضح مساله المعايير اللي حضرتك عم تحكي عنها. طبعا الدكتور السيد حسين طرحوا معايير، لأنه بالنسبة لنا نحن نعتبر أنه هذه المعايير كانت مطاطة. يعني المعايير اللي طرحت هي ثلاثة، الأقدمية والحاجة والكفاءة. طبعا بالأقدمية هذه المعايير
خرقت بالنسبة لنا، لأنه في أشخاص صار لهم 7 و8 سنين ما أخذت أسماءهم، في أشخاص طبعا ما لهم شهر أو شهرين، في أشخاص بعد ما فاتوا على جامعة لبنانية، ما في عقد إن شاء الله أنه يكون طبعاً في رد عليه طبعاً. يعني ما في عقد وفي أسماء ما في عقد معهم، وفي أشخاص كمان ما كان عندهم شهادة الدكتوراه اللي هي الشرط الأساسي ببعض الكليات لدخول ملف التفرغ. نعم. الشرط الثاني أو المعيار الثاني اللي تحدثوا عنه هو معيار الكفاءة. معيار الكفاءة مين أخبر من مجالس الأقسام أو رئيس القسم والمجلس القسم بتحديد كفاءة الدكتور؟ نعم طبعا الدكتور. في مجالس الأقسام، في بعض مجالس الأقسام لم ترشح الأسماء. هيدا شغل كتير مهمة، وهون خرق للقانون 66، لأنه القانون 66 بنص أنه مجالس الأقسام اللي هي ترشح الأسماء ومن ثم ترفع إلى مجالس الوحدة. طبعا في بعض مجالس الأقسام رشحت إلا أنه هذه الترشيحات لم تحترم. في المعيار الثالث اللي كمان طرح هو معيار الحاجة. بالنسبة لنا معيار الحاجة كمان معيار فضفاض، يعني مطاط. معيار الحاجة في بحجة أنه في شخص عنده 60 ساعة عم يعطي ماسترتو، يمكن في بحجة أنه هذا الاختصاص ما حدا غيره بيعطيه بيسموه حاجة. طيب واللي عنده 500 ساعة كمان منه حاجة، هذا لا يسمى بحاجة. فبالنسبة لنا إذا بده يعني حتى الحاجة تحددها الأقسام، يعني في المواد هي اختصاص من يعني لو كانت لو أخذت معايير الترشيحات من قبل الأقسام كنت قبلته بالموضوع؟ طبعا شرط أن تكون موقعة ومعلنة. برأينا ما في خيار إلا تعيين عمدة ومجلس الجامعة، هو الوحيد اللي ممكن يضمن المعايير لكل الناس. يعني احنا كنا وبالتالي نحن بدي اقول شغله، انا عدنان السيد حسين انه هو شخصيا يرد بهالموضوع. انا بدي حيي بس فخامه رئيس الجمهوريه من حوالي الشهر. نعم. بنتمنى عليه موقفه باستعاده المجالس التمثيليه وانشاء مجلس الجامعه حتى يتم التفرغ لكل من يستحق. بس نتمنى عليه لفخامه الرئيس ان يترجم هذا المبدا على الارض. طيب. لانه هو حاجه، ونتمنى عليه كمان انه يقابلنا لحتى لشرح وجهة النظر. طلبته موعد عم نطلب بتأخر هو، صرنا يعني فترة حدا يعني نأمل ذلك نتأمل يعني. طبعا معنا بالاستوديو الثاني دكتور رأفت طراف، عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين بالجامعة، اللي هن بدورهم عندهم القضية الأساس انه هي انهاء ملف التفرغ وتحقيق هذا التفرغ بالنسبة لألون. مساء الخير دكتور طراف. مساء الخير مدام غادة. يعطيك العافية. نعم. انا بس بدي رد على زملائي اللي هني بحترمهم وبقدرهم. أول شيء بالنسبة لمستثنون، كلمة مستثنون ما بحب استعملها كتير لأنه هني لم يرشحوا للتفرغ، وهيدي مستثنون بتدل على أنه هني كأنه مستقصدينهم لحتى ما يحطوهم بالتفرغ. يمكن عندنا شوي مشكلة صوت، ما عم نسمع الصوت منيح، تفضل. إيه لأنه هني كمستثنون ما بعتبر هالكلمة بتناسبهم، لأنه هني كلمة لم يرشح للتفرغ فقط بعتقد مناسبة أكتر، لأنه في تضليل للحقائق عم بتصير. أنا بحب بدي أحكي فيها، في تدني بمستوى الخطاب والبيانات بدي أحكي فيها، في أنانية مفرطة بكل شيء. بسرعة لو سمحت. إيه نعم. أول شيء بدي أقول بالنسبة لنحنا المرشحين للتفرغ، أولا بال 2008 نحنا ما نقول هذا الملف بال 2008 وين كان أسوأ ملف مرق لحد هلا هو كان ملف 2008، وانظف ملف مرق على صعيد الجامعه اللبنانيه وهو هيدا الملف، وهيدا اكده مش بس رئيس الجامعه، اكده رئيس الجامعه او مجلس الجامعه اللي هلا ممثل برئيس الجامعه ومعالي وزير التربيه. اذا اليوم عم نحكي، اذا انت بدك تحكي باسوا او افضل، اليوم عم نحكي بوقائع حكى عنا دكتور. لا معلش، عم نحكي، رد علينا اذا عندك معلومات بهذا الموضوع. لماذا لم تؤخذ كل ترشيحات الاقسام وتم تغييرها بمحاضر الاجتماعات بمجلس اداره الجامعه اللي هو ما في مجلس حاليا؟ لماذا لا يتم يعني تعيين مجلس قبل انهاء ملف تفرغ بهذا الحجم؟ يعني لماذا ايضا اي رح اسالهم مع بعضهم وحالتك إذا يعني بنرجع بنسمع لك. ولماذا أيضا مثل ما عم بيقولوا هلأ إنه حدا قاله 3 أشهر وشهرين متعاقد بيروح على التفرغ، وحدا قاله سنين وعنده منح ما بيروح على التفرغ؟ في عندك إجابات عن طبعا طبعا فضل. طبعا أول شيء بدي استعين ببيان الرابطة، اللي هو بنعرف الرابطة هي أداة النقابية الوحيدة بتمثل الجامعة ككل. الرابطة امبارح ببيانها بتقول: ما الذنب الذي اقترفوه أي نحن لينتظروا تشكيل مجلس الجامعة في حين أن أسماءهم قد رفعت من مجالس الأقسام والفروع والوحدات؟ يعني نحن
أسمائنا رفعت من خلال مجالس الأقسام والفروع والوحدات، بينما في ناس أنا بدي أحكي كمان بالأقسام اللي عندي وثائق بتثبت إنه الأسماء اللي رفعت رفعت حسب صنفت من قبل مين؟ من قبل العمداء، من قبل رؤساء الأقسام، من قبل المدراء اللي هني أكتر ناس بيعرفوا بمصلحة الجامعة وبيعرفوا كل أستاذ شو هو. أنا بدي أقول ما في واحد تصنف أحد لاثنين إلا ما أخذوه حسب الأولوية. يعني دكتورة وفاء نون اللي هي زميلتي هلأ معك بالاستديو، نعم، هي رقم 14 وهني أخذوا 13 واحد أو أكثر، واللي أخذوهم كلهم كانوا قبلها. كيف يعني رقم؟ مين وضع الأرقام؟ الأرقام اللي وضعها هو رئيس القسم ثم العميد ثم المدير، بس مدير أنا الكلية، وأنا معي الوثائق اللي بتثبت هيدا الشيء. وين هالوثائق؟ لو سمحت تظهرها؟ نعم؟ لو سمحت تبينها؟ معيش يا هلا، بس انا مش عاد جيبها واعطيها اياها لمدام غاده. وثائق بتثبت كيف التصنيف حسب A B C، وهي كان رقم. هي الوثائق دكتورة، ايه شو هي الوثائق؟ منضية من المدراء، منضية من العمدة، ومعي اياها وبعطيك اياها طيب. مدام غاده جمعه الجاي اذا بدك، نعم، لتفرجيها للعالم. بهمني وضح مساله يا زميلي العزيز، اذا بتيدي ما قطشتك، نعم. منضية من المدراء، منضية من العمدة، وبتاكد انه هي تصنيف رقم 14. ثانية، شو الوثائق اللي معك؟ معلش خلينا نقطه ونقطه نبحثها سوا. ايه؟ شو هي الوثائق اللي معك؟ اول شيء انا بحترم راي زميلي لانه لا بس خلينا بس عن هاي الموضوع، يعني شو هي الوثائق؟ زميلي وانا بيعرف تمام حضرته عم بيقول انه مجالس الأقسام رشحت الأسماء، حضرته بيعرف تماما أنه بكليتنا مجالس الأقسام لم ترشح الأسماء. لا يا زميلي العزيز، رشحت الأسماء المجالس. نحن بكليتنا تم الترشيح من قبل العميد والمدير، وبعض رؤساء الأقسام اطلعوا على هذا الترشيح، وكمان أطلعوا بعض أفراد من مجالس الأقسام مش كل مجلس القسم على هذا الترشيح، وطبعا وفق شفهيا ولم يوقع، ومن ثم تفاجأوا أنه بالأسماء اللي طلعت غير اللي وافقوا عليها شفهيا على الأقل بكليتنا. حضرتك بتعرف هذا الشيء، أنت قديك رقمك وفي... يعني على رقمك 14 أنت قديك هلأ أفاجيكي تحت الهواء قديك رقمي. أنا رقمي هلأ طبعاً على الهواء. رقمي بس لإلك بعدين بدي أقول دكتورة وفاء، معلش دكتورة وفاء، أول شيء اختصاصها منه مش موجود، اختصاصها في منه 50 واحد بالقسم عنا، يعني اختصاصها أكيد هو بنحترمه طبيعي ومثل أي الاختصاصات المهمة، لكن اختصاصها مش هالاختصاص اللي هو بس هي حايزه على منحه، يعني نحن اكثريتنا حايزين على منحه، مش حايزه على منحه من الجامعه اللبنانيه، حايزه على منحه لانه بفرنسا اساسا بكل بلاد باوروبا ممنوع ولا دكتور يعمل كفي دكتوراه الا ما يكون معه منحه. هذا شيء طبيعي، ما حدا يزيد علينا بهذا الموضوع رجاء، كنا نحن تخصصنا برا كنا معنا منح. هذا الموضوع هذا في شغله، في شغله نحن اكثريتنا نحن اكثريتنا اسامينا معنا استاذ مساعد، اي رتبه استاذ مساعد، وهيدا تصنيف. عم بفهم شغلة دكتور رأفت، إذا أنتوا اليوم همكن وهاجسكن أنه تنجزوا هذا الملف، نعم، لماذا رح يكون على حساب بعض المستبعدين؟ يعني مش على حساب، أنا بدي أسألك كل الكفوئين يقدروا يكونوا موجودين. بدي أسألك مدام غادة، إذا نعم. في أولوية، يعني إذا في عنا نحن 150 واحد بنقول بدهم يفرغوهن، نعم، أخذوا مباريات دخول، أي نعم. مباريات دخول بياخدوش إلا بدهم 100، بياخدوا 100 والخمسين بيكونوا هن ناشئين. نحن عم نحكي كأنه نحن بدولة أفلاطون وبالدولة العادلة يا دكتور رأفت، ما كلنا بنعرف شو صاير بالبلد. يعني هلا نحن بدنا نقدر نقول للمشاهدين انه الجامعه اللبنانيه هي بمنقى عن التدخلات السياسيه. نحن التدخلات السياسيه اللي هي موقفيتنا ملفنا، انا بقول لك اوكي، يعني في تدخلات سياسيه، بس تدخلات سياسيه اللي هي تدخلات سياسية اللي هي فخامه رئيس الجمهوريه وقف ملفنا، كان وعدنا من شهرين انه بده يمشي ملفنا وفجاه طب اذا كان في اعتراضات هيدا في نزاعات، افضل انه يصير في تريس لحتى يصير في تصحيح. لا ما في تصحيح، انا بدي اقول شغله، رئيس الجامعه جاوب على كل سؤال وبعده هلا مستعد يجاوب انا، نعم. اكيد في قال حاجه، طب انا بدي اقول في قسم ما في ولا استاذ متفرغ، كيف بده يمشي هذا القسم؟ يعني في حاجه لبعض بتبرر اللي قاله هلا الدكتور عماد انه في احد الحزبيين ما قالوش ثلاث يعني بعدة أماكن، هذا مدرج اسمه كمان قبل ما يناقش الدكتوراه، تفضلي وقبل مناقشة الدكتوراه مدرج اسمه. معلش أنا بدي أقول شغلة، بال2008 دكتور زهير شكر كان رئيس جامعة وقال جيبولي واحد عامل استاتستيك هلأ بفرغه، هذا معناتها الحاجة هي الأولوية، يعني اذا هذا الانسان هو حاجه للجامعه والجامعه بحاجه له طبعا بفرغه، هو يعني اختصاصه نادر وفي حاجه له، لا نادر ولا شيء، يعني هو مش نحن اللي بنقيم، مش نحن موظف الاداره المركزيه للجامعه يا مدام غاده، مش نحن اللي بنقيم اذا هو نحن بحاجه له ولا لا. خلينا في مجلس جامعه، في مدراء، في عمداء، هن اللي بيقرروا هذا الشيء. دكتور جورج كليس، مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، اهلا فيك دكتور. انت يعني شو بترد اليوم وحضرتك قد يعني تمثل اليوم موقف رئاسه الجامعه من هذا الملف؟ في يعني عشرات المعترضين عليه بملف التفرغ، من حقنا من حقهم انه نسمع لهم، ومن يعني كمان ومن واجبات الجامعه انه ترد عليهم. تفضل. صحيح. اولا انا بحب اوضح، ما بحب رد. تفضل. معرض الرد، وهذا الموضوع اللي طرحتيه اليوم هو موضوع حساس وموضوع اساسي بقضيه الجامعه اللبنانيه. نعم. مركزيه الموضوع هو اليوم بعيدا عن لو سمحت دكتور توطي، لو سمحت دكتور لو سمحت اذا بتوطي صوت التلفزيون من حدك تما يكون في صدى. إذا الموضوع الأساسي هو استعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة مش أكثر. نعم. لو مجلس الجامعة عنده صلاحيات وما كنا وصلنا لهذه القضايا، أعتقد أنه المطلب الأساسي يجب أن يكون في هذا الإطار. نعم. نعم. القضايا التي تطرح اليوم على هذه الشاشة الكريمة هي قضايا مطلبية محقة، والأساتذة أصحاب حقوق، ولكن القضية التي بدأت تعيق هذا الملف هي إساءة إدارته. نحن عم نشوف اليوم إنه حيلا واحد خارج الجامعة اللبنانية وعم بيشوف هيدا التنافس بالمواقف من قبل أهل الجامعة رح يأثر على سلامة الملف. ليش ما بنقول إنه هيدا ومجلس العمدة ورئيس الجامعة دكتور، ليش ما بنقول إنه هيدا النقاش والسجل هيدا دليل عافية، دليل حضارة، دليل ديمقراطية، دليل شفافية، وهذا يلمع صورة الجامعة عكس مبدأ النعامة اللي بتحط رأسها تحت التراب مهمة حدا يشوفها. هيدا الواقع، والنقاش فيه، نقاش بهالواقع هو دليل عافية. حضرتك أستاذنا بكلية الإعلام، يعني العفو، نحن بنعرف انه كل نقاش لازم يكون دليل عافي. نحن عم نعتبر انه اي تحرك لازم يضل ضمن اطار العمل النقابي والعمل المطلبي الصحيح من خلال الجامعه اللبنانيه، من خلال العمدة، من خلال رئيس الجامعه ووزير التربيه اللي هو وزير وقائي، وهو رئيس الجامعه شكلوا اليوم استثنائيا مجلس الجامعه لانه مجلس الجامعه غايب، ولكن هم المجلس القانوني. نعم. كل الملفات اللي طلعت حسب ما بعرف وما بأكد انها ملفات مدروسه ومشغوله وموافق عليها اكاديميا وقانونيا واداريا. ما في اي تدخلات سياسيه كان دكتور كلاس، ونحن منا يعني نحن عايشين الجو اللبناني والسياسه بتتدخل بكل شيء بالبلد، وحتى يعني ما انه غريب ولا سر اذا قلنا انه السياسه عم تتدخل بالجامعه اللبنانيه. إذا قلنا إنه مش عم تتدخل بيكون شيء غلط. ما هي اللي عم نقوله. ما في أي إثبات إنه في تدخل لإساءة إلى الملف. زاد العدد. ما في إساءة إلى الملف. شو زاد العدد؟ نحن عم نشوف إنه كل التدخلات هلا قد تعيق هذا الملف. أنا مش داخل، مش رح أدخل بأي سجل. أنا مطلوب مني وضح عم وضح. نعم. آخر كتاب عنده رئيس الجامعة كان ب 17/11/2012 هو والوزير وزير التربية لا مجلس الوزراء بيأكد على أحقية هذه المطالب، وما بيقولوا إنه إدخال الملف، بيقولوا إدخال المرحلة ل 651 شخص اليوم لأنه هم حاجة. رئاسة الجامعة كمجلس جامعة كمان عم يطلبوا بفتح ملف التفرغ سنويا لحتى تكون في آلية دورية. إذا المشكلة ليست في الجامعة اللبنانية، المشكلة اليوم انتقلت بكل الملفات إلى مجلس الوزراء مش كمشكلة ولكن كقرار. الجامعة ليست صاحبة القرار بالبت بهذا الموضوع. نعم. الجامعة رشحت وفق القوانين. دكتور أنت عم بتقطع لنا المرحلة اللي معترض عليها. إيه بس أنت حضرتك هلا عم بتقطع المرحلة اللي معترض عليها واللي هي تقول إنه كان في استنسابية بالترشيحات للتفرغ، وكان في أحزاب دخلت على الخط.
المستقلين والذين لا ينتمون إلى أحزاب فاعلة كان مصير التهميش. هيدي هي الشكوى يعني الأساسية. وفي إثباتات إنه في البعض، إذا كنتوا عم تحكوا بمعايير، البعض تم يعني ترشيحهم على أساس معايير، ولكن شطبت أسمائهم فيما بعد. ما ردك على هذه ما يحكى هون بهالمطرح؟ أنا أجزم أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق. نعم. وأن يعني الكلام اللي تفضل فيه الدكتور أنه هناك منطق الأسوأ ومنطق الأفضل كمان، هذا شيء مرفوض. الأسوأ والأفضل. العمدة مجتمعين ورئيس الجامعة والوزير درسوا الملفات كاملة. طب ما معنى أن يرفع اسم للتفرغ؟ طب ما معنى أن يرفع اسم للتفرغ قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه لأن والده هو يعني يشغل منصب في الإدارة المركزية بالجامعة؟ ما معنى هذا الكلام؟ ليس صحيحا أبدا هذا الموضوع، مش مضبوط أبدا هذا الحكي. شو دكتور؟ وكل شيء. نعم. كل شيء. اسمحي لي؟ كل شيء اسمح لي حضرة العميد. لحظة بس لو سمحت حضرة العميد، نحن بنحترمك ومنجلك، بس انه ينقال هذا غير صحيح الترشيحات. اهلا وسهلا فيك. اول شيء هالمحاضر انا جايبها، محاضر الفروع والاقسام، نحن بكل الكليات موجودة هذه التي همشت واستبعدت واقصيت لانها غير محسوبه على الاحزاب الناتجه. هذا الحكي عار عن الصحه. تسمح لي شوي اعطيك بعض الامثله على التدخلات السياسيه اللي رئيس الجامعه عم بيعاني منها، وقال اكثر من مره في ضغوطات. كان الملف بلش ب 300 اسم، طلع على 400 450، 574، 579، هلا 650. نحن بالعكس شو اذا هناك ضغوطات، هناك تقاسم طائفي حزبي لكل المحسوبين. هناك مسؤولين عم بيقولوا من يأتي إلينا يتفرغ. اسمح لنا يا حضرة العميد. يعني حضرتك بتأكد كأنه كل واحد هذا ملف سياسي يدار بامتياز أبدا. الموظفون يستبعدون. لماذا؟ هذا فيتو سياسي، ما حدا له حق يستبعد الموظفين اطلاقا. في شيء اسمه حق الترقي الوظيفي. الموظفون هيدا بتحكي مع ميزانيه الدوله، مع الوزراء، وزير الماليه، لانه لا هيدا ما بتدافع انت عن شوائب. انا بعتبر الموظفون هن ما بدهم يطالبوا بالتفرغ، هن بيطالبوا بترقي وظيفي يستفلوا يعملوا اليه لالهم. نحن عم نطالب بتفرغ. حضرتك متفرغ، حضرتك متفرغ، ما بتطالب بتفرغ. حضرتك العميد بعدك معنا؟ نعم. انا رجاء يعني للزملاء، نحن مصلحتنا وحده، نحن وياكم، ما يحطوكم بوجهنا. رجاء حضرتك الزميل، انا لا ادخل باي دكتور كلاس، بس ولكن الموضوع. يعني دكتور عماد عنده امثله عم بيعطيها، عنده اسماء. لا. يعني اليوم انا رح اسمح لنفسي. الاعداد عم بتزيد، الاعداد عم بتزيد، عم بتزيد، وانا برايي الجامعة بحاجه، بس من يضمن هذه المعايير؟ الاعداد عم بتزيد، هذا شيء خير يا دكتور. على راسي الجامعة بدت من 109. وحضرتك قلت شغله مهمه جدا، لو كان في اليه للتفرغ بشكل منتظم سنويا ما كان وصل اللي وصل. المطلوب استعاده حضرتك بتوافق على مجلس الجامعه اللي هو مدخل للاصلاح وهو الذي يضمن المعايير، مش شخص ولا الأحزاب السياسية التي ممكن أن تضمن مجلس الجامعة هو مكون من العمداء. طيب اليوم إذا بدنا نحكي بحسم بالموضوع، في مستندات يا دكتور كلاس تشير إلى أنه في ترشيحات من الأقسام ما تم الأخذ فيها، يعني في أسماء وموجودة عندنا وفي معطيات وفي اسم الشخص اللي قلت لك عنه أنه ما كان عنده لم يحصل على الدكتوراه بعد، ما تناقشت أطروحته، تم ترشيحه، وفي يعني هاي الأسماء مين بده يرد عليها؟ هاي الحالات يعني مدام غادة في 2000 متعاقد. نحن مستعدين نحن مستعدين نرد كعمدة وكمجلس عمدة. نعم. وكرئيس جامعة على أي تساؤل. طب معنا دكتورة وفاء كمثال عم بتقول إنه اسمها ورد ورجع استبعد. رقم 14. وصر. بتحب تسأل لو سمحت إذا في مجال أعطي إيضاح. كب إشاعة ونحن نلحق الإشاعة. الإشاعة يعني ما بعرف، نحن هن موجودين معنا، ما بعتقد حدا رح يطلع على يعني لو سمحت يعني. لو سمحت ما نحن معنا الوثائق يا مدام غادة، بتثبت العكس. إذا بتريدوا بدي أقدم إيضاح إذا أمكن، إذا أمكن لو سمحتوا بدي أقدم إيضاح. أول شيء يعني أخلاقياتنا ما بتسمح لنا نتخطى أداب الكلام، ما حدا عم يتخطى أمور إنه عفوا الإشاعات.
لم يرشح. نحن المسألة بحب وضح للدكتور كلاس ووضح لزميلي قال إنه هذا الاختلاف ليس هناك من اختلاف لا مع زملائنا ولا مع أي أحد في الرابطة أو في يعني المجالس الأكاديمية أو هناك خلاف في وجهات النظر وهذا أمر مشروع وضروري جدا بكل عمل مطلوب. لا في خلاف مبدئي لا في خلاف مبدئي لأنه أنت عم تقوله ما تم اعتماد معايير نحن نطالب بمعايير يعني مش في خلاف مبدئي أنت عم تقوله ما تم اعتماد معايير وفي استنسابية ومحسوبيات مدام غادة بدي أسأل سؤال مش اختلاف مشكلتنا بدي أسأل سؤال دكتورة وفاء تعترف بالرابطة ولا لا؟ نعم تعترف بالرابطة ولا لا؟ تعترف برئيس الجامعة؟ بتعترف بالعمدة؟ بتعترف بالمدراء أنه هن كفؤين ولا لا؟ إذا طبعًا. بتعترف فيهم وهن قالوا أنه هولي مستوفين الشروط وهن أنت بتعترف أنه ما في تدخلات سياسية في الجامعة يا دكتور رأفة؟ ما في تدخلات سياسية إذا كان تدخلات سياسية وهن بغض النظر فات ولا هذا مش شغلتنا لكن إذا هول المرشحين مستوفين الشروط وهن المشكلة؟ إذا هول المرشحين مستوفين للشروط ما في حدا عم يقول مشكلة نحن عم نطالب معكم بإنهاء ملف نحن عم نقول في أشخاص محققين من زملائنا اللي وردت أسماءهم بس بدي أقول شغلة دكتورة وفاء حضرتهم زملائنا عم بيطالبوا بشغلة مثل النكتة اللي بتقول معلش خلوني أولى في عنا ناس اثنين محكومين بالإعدام قالوا لهم شو إمنيتك لأول قال لهم إني شوف أمي الثاني قالوا له ما يشوف أمه هن عم بيطالبوا بإنه ما يشوفوا ملف التفرغ بغض النظر لأنه هن مش موجودين فيه هذا الموضوع ما بنقبله حاجة يضللوا الحقائق إذا بتريدي حاجة تضليل الحقائق الحقائق كل العالم تعرفها وكل الناس بتعرفها وبيعرفوا نحن وين نحن مظلومين اكثر ناس اوكي مش الحال يعني انتم حبيتوا انه يكون لكم صوت معنا نحن مشكلتنا هن عندهم مشكله انتم يمكن عندكم مشكله صارت بمطرح ثاني رح نرجع نفتحها انه هي ملف لا. يجب ان يفتحوا انه انهاء موضوع التفرغ نعم. وملف التفرغ لكن مشكلتهم هي بتصب بازمه بما انه دكتور كلاس بتحب توجه له شيء بعد سؤال انا سؤال حضره العميد بس حضره العميد معنا تفضل دكتور كلاس تفضل انا بدي لك شغلي اول شيء تفضل طبعا القصر الحكومي مجلس الوزراء يطالب رئاسه الجامعه منذ حوالي 6 7 اشهر بملفات كل المرشحين الى مجلس الوزراء حتى الان لم يتم هذا المطلب يعني بعد بس اسماء لاحه باسماء المرشحين الموجودين من الزملاء بالدوسيه اما ملفاتهم حتى الان رئاسه الجامعه ترفض ليش؟ ما بعرف لأن المخول لدراسة هذه الملفات هو مجلس الجامعة فقط وليس مجلس عفوا شوي طالبين القصر الحكومي طالب هذه الملفات ملف كل شخص لأنه بس هيدا تدخل يعني بكون كأنه عم تقلون للحكومة بالضبط لأنه المرشح لأنه مرشح ليدرس الملفات هو مجلس الجامعة ويعتبرون في 30% غير قانوني بهذا الملف 30% من هذا الملف غير قانوني دكتور عماد انت عم تطالب بتسييس الملف انا برجع باكد اي تسييس يا حياتي لا ما نحن شو بنقول بدنا نبعد التدخل هو الملف السياسي ادارته سياسيه لا ايه بالضبط تفضل هيدا للشعب العام خلي رايه عن شو عم يطالب بتسييس الملف ابدا لا يعرفوا انه في شوائب وبيعرفوا بالاصل الحكومي في شوائب وفي تدخلات وفي تقاسم وفي محاصصات سياسي بيقيم الاستاذ عندك امثله معينه تتفضل سياسي بيقيم الاستاذ اعطينا امثله اعطينا امثله لحتى ينرد عليها يعني اليوم ليش بدنا نحكي كلام كبير اذا ما عندنا وقائع اول شيء المحاضر قدامك موجوده اول شيء اسمحوا لنا شوي المحاضر قدامك اثنين طبعا نحن عم نحكي بموضوع ملف كل مرشح في ضروره انه ينعرف ملف كل مرشح قد ايه صروا لانه القانون 67 بيقول سنتين على الاقل طبعا في زملاء كثير بيستحقوا بس في زملاء مسطوتين برا كنت عم تحكينا قبل شوي انه في احد الحزبيين ما قالوا شهرين ثلاثه تم مين معهد العلوم الاجتماعيه فرع الاول شو اسمه مين بيت ابو رضا ليش شو ما بعرف لانه مسؤول حزبي لا هو وغيره هل صحيح هالموضوع دكتور كلاس انا بمعهدي هذا ما حدا في ينكره لانه بالمعهد اللي بعلم فيه انا في غيره صاروا سنوات ان يقال انه جاي لا نحن بيعرف العميد كلاس الفورماسيون عندنا سوسيولوجي في قسم واحد ما في اقسام مثلا في اقسام بحاجه لمتفرغين انا اخر كلام تحوله بهذا تفضل دكتور نعم هو انه المطالبه باقحام دوائر القصر الحكومي هو تسييس صحيح الجامعه اللبنانيه او غير اي نعم. اداره مثل ما تفضلتي نعم اذا بمس باستقلاليه وبكرامه نعم. الجامعه نعم. اللبنانيه لان مؤسسه كيانيه مستقله اما ان نعترف بكيانيه الجامعه اللبنانيه او لا نعترف نحن براينا وقرار لانه اي تدخل بهذا الموضوع يمس فينا ويمس باستقلاليه الجامعه وشكرا اوكي وانا بس بدي اضيف شغله مدام غاده نعم بس فتح. انا بدي ارجع اكد انه
الوحيد المختص اللي بيقدر يدرس الملفات هن مجلس الجامعه والعمدة والمدراء ورؤساء الاقسام. بس كمان ما صار في اجابه واضحه يا دكتور، ما تمت الاجابه الواضحه على الاعداد اللي عم بتزيد، على الاسماء اللي انطرحت، على اللي والده امين سر بالاداره المركزيه اللي اسمه ابراهيم محمد البابا، وفي معلومات عنه انه تم ترشيحه وبعد ما ناقش طروحته. طيب. على هذا الشخص بالضبط بدي جاوبك على هذا الشخص. صحيح الحكي، هيدا تشهير يا ست، هيدا تشهير وانا برفض هيدا الكلام. يعني هيدي لائحه تقدم فيها الدكتور عماد، ليش بده يكون؟ نعم مش مظبوط، هيدا تشهير، انا عم بحكي هيدا تشهير. من معه براءة اختراع يا مدام غادة؟ من معه براءة اختراع؟ شو التشهير؟ نحن ما عم نحكي عن شخص معين كفؤ او غير كفؤ، عم نقول انه هو ما عنده اقدامية، عنده براءة اختراع يا مدام غادة، براءة اختراع. نعم هذا ما بحق له نفوت ونحن بنفتخر فيه. نحن بدنا رد، يعني بدنا رد على الحلقة. ما انا عم اقول لك عنده براءة اختراع يا زميلي. نعم في كثير اشخاص عندهم براءة اختراع وبعضهم برا. ما عم نقلل من أهمية الأشخاص، بس عم نقول مش عم نزيد عليكم يا زميلي. عم نقول ليش معايير مزدوجة، نحن عم نقول ليش في معايير مزدوجة، هذا اللي عم نقوله، ما في أي تشهير ولا في أي مسح حدا. هون الطابع السياسي يا سيدي، هناك حاجة وناس عنده براءة اختراع. عم بقول أي شخص عنده حق مطلبي أو بحاول إنه يسوي مشروعه له حق، ولكن طب والشخص الحزب اللي حكى عنه الشخص الحزب اللي حكى عنه دكتور البابا هو شخص كفو. نعم. عنده شهادات من برا، ولكن كمان ايضا نحن عرفنا خطيا انه صنف وكلف من قبل جامعات خارجيه الاشتراك بمناقشات وطروحها مش من فتره بسيطه. كرمال هيك على كل حال لازم الواحد حضرة العميد سمع من شهر ونص، نحن بدنا نعمر مع بعض. نعم. ماشي الحال، لازم نتعاون، مشان هيك بدنا نستعيد مجلس الجامعه نحن وياكم يا مجلس الجامعة العميد. ما بيعطيكم حقكم، وبدنا التعيينات تتم بأسرع وقت، وهذا تقصير الحكومة والدولة ولازم تتم. بعد عندي سؤال أخير لك دكتور كليس، ما كان أفضل إنه يتم إنهاء ملف، ما كان أفضل إنجاز ملف التفرغ والاختيار بمجلس جامعة؟ يعني بعدنا نحن عم نعاني لهلأ من التعيين بالوكالة بالوكالة، ما في أصيلين، ما في تعيين عمداء بالجامعة بالكليات. هيك نحن عم نطالب يا ست غادة. نعم. كل الشباب اللي هني أصحاب حق والجامعة بحاجة. نعم. لهم أنه يجب إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة وإنشاء مجلس جامعة مثل ما قال فخامة الرئيس، ولكن القرار ليس بيد الجامعة، القرار عند مسؤولين. نعم. خلي يردوا الاستقلالية للجامعة وكل الناس بترجع لحقوقها. شكرا لك دكتور كليس. بس بدي علق اذا بدي، لانه هيدي في شغله كثير مهمه، انه مجلس الجامعه اذا كان موجود ولا لم يكن موجود، هلا موجود قانوني ويمثله رئيس الجامعه ومع الوزير وهو قانوني، واذا صار في مجلس جامعه ما حيتغير شيء، الملف هو ذاته لانه اكاديمي 100%، ما بقى يزيدوا علينا. نحن بنحترم وجهه نظرك، شكرا لمشاركتك. بتحبوا تضيفوا شيء؟ يعني خلصت فكرتنا. طيب أنا تفضلوا، يعني يمكن عرضت الوقائع والناس بتحكم نحن من نحن على نتمنى الوقائل. نتمنى تطبيق القوانين واعتماد المعايير ووقف التدخلات السياسية. نحن لا نضمن وقف التدخلات إلا من خلال استعادة هذه المجالس. حتى من شهر ونص سيد حسن نصر الله، نعم، لما نحكي بمهرجان التعبئة التربوية وحكي بصراحة، ونحن مع هذا الحكي ومع الموقف المبدئي المطلوب، ترجمة هذا الحكي أنه هذا الملف يدار بمحاصصة سياسية، هو الذي قال بمهرجان التعبئة التربوية، والمطلوب هو قال هيك، قال بدءا منا نحن. طب ليش حزب الله مش عم يتدخلوا بالموضوع؟ مشان هيك المطلوب تطبيق حكيه، على الأقل هذا بده الحكي ترجمة، يعني عند كل الأحزاب. نحن اللي بدنا إيه؟ بدنا فعلا هالجامعة ترجع تمشي. بس أنا بدي أقول كلمة أخيرة، طالما هالمجالس التمثيلية لم تستعد ولن تستعاد، يعني واستقلالية الجامعة اللي عم يحكي عنها طبعا حضرة العميد صح، بس هي الاستقلالية. نعم. ما بتصير إلا ليصير في تعيين. بتحب تضيف شيء دكتورة وفاء؟ خلص وقتنا بالنهاية، يعني يمكن الملف بده متابعة لناحية إنهاء ملف التفرغ، استبعادكم وأمور أخرى بالجامعة اللبنانية يجب أن تفتح على طريقة الشفافية والعلنية والديمقراطية، وهيدا بيعزز الجامعة، ما بيسيء لها أي حديث عن حول الجامعة. نحن بنتشكرك.
ونحن بس أنا بيهمني إيضاح واحد، نحن لا نزايد على زملائنا، هني في إلهم حق في التفرغ ونحن إلنا حق في التفرغ، اثنيناتنا الهدف واحد، التفرغ لخدمة الجامعة اللبنانية ولمصلحة الجامعة اللبنانية. إنما هناك مثل ما وضحت لحضرتك خلاف بوجهات النظر، بمعايير نطالب بمعايير معايير واضحة ومعلنة وموقعة، نطالب بمحاضر مجالس الأقسام. نعم هذا اللي نطالب بكل الاحوال. نعم. فيكم تلجؤوا لشورى الدوله تخاصموا اداره الجامعه اذا بدكم تروحوا على لنيل حقوقكم، اذا بتعتبروا انه تم لحق غبن فيكم باعتماد المعايير فيكم تلجؤوا لوسائل مشروعه. بس يعني بس كلمه اذا بعد. نعم. نحن في فيتو على الموظفين، فيتو سياسي، ما حدا له حق يمنع حق التفرغ، هذا حق لكل. نعم. الناس. صحيح. حسب الدستور اللبناني يعني كل اللبنانيين متساوون يتساوون بالتولي. نعم. الوظائف العامه. اثنين، علما رغم انه حاطط فيتو على الموظفين واساتذة التعليم الرسمي فوت مفوتين الموظفين ومعنا اسمائهم كمان، يعني انه يكونوا متفرغين جايين من لا الوظيفة. لا كمان تحت حجه انه. نعم. ما في موظفين فوتوا بس كلمه اخيره وطالب، اتمنى على رئيس الجمهوريه ان. نعم. ياخذ بعين الاعتبار، ونحن عم نحاول لقائه انه ان نلتقي به لنشرح يعني هذا الوضع. فخامه الرئيس بتابع البرنامج دفاعا ان شاء الله كمان يكون عنا وعن زملائنا بالملف، دفاعا عن كل المستحقين. شكرا لكم وعلى امل متابعه هالقضيه ومتابعه قضايا اخرى. بعد الفاصل الاعلاني مباشره رح يكون في عنا صوت للمالكين وصوت للمستاجرين معا من خلال هذا المنبر، انطرونا بعد الفاصل. منتابع معكم أعزائي المشاهدين الفقرة الثانية من حلقة الليلة، واللي هي موضوع الإيجارات، قانون الإيجارات في لبنان أين هو، أين أصبح، اعتراضات من قبل الجميع على هالموضوع، لوين رايحين. معنا بالحلقة السيد جوزيف صغيب رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، أهلا وسهلا فيك. أستاذ أنطوان كرم رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين، ومعنا أيضا الأستاذ مرسل عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ومعنا أيضا مالك مبنى فسوح في الأشرفية كلود سعادة، عنده صرخة بده يتلقى من برنامج، عنده معاناة، كلنا بنعرف ظروف سجنه بعد انهيار مبنى فسوح. أستاذ جوزيف مباشرة بصلب الموضوع، القانون اليوم بملعب مجلس النواب عند الرئيس بري، هذا القانون انتم ناطرينه، هل معترضين على تفاصيله وبنوده ولا المهم ان يصدر هذا القانون لتعتبروا حالكم انه انصفتوا بموضوع الاجارات القديمه؟ تاخذ نفس عميق وزيح شوي الظلم والقهر والذل يلي عم نعيشه. نحن بنشكرك، بنشكر برنامجك اللي هو منبر لكل واحد مظلوم او مذلول او مقهور. اهلا فيك. نحن هالقانون ما بيوصل لطموحاتنا. هالقانون عم بيعطي المالك شيء واحد، يقول له بعد 12 سنه عم فكر اعطيك ملكك من بعد ما يكون هرهر ووقع، بينما عم بفكر بالمستاجر وعم بفكر بكل شيء يعطيه. ونحن مش ضد، نحن المستأجرين اخوتنا، مستأجرين ولادنا، مستأجرين قرايبنا واهلنا. مش قصة نحن ضد مستأجرين، بس نحن اختنقنا، نحن مش وزارة شؤون اجتماعية حتى اللي نتحمل تقل أزمة السكن بلبنان. لكن هالقانون إذا مش راضي يكون ولا راضي المستأجرين، يعني إنه مش راضي حدا، يعني عم من رغم لأنه قد ما في قهر وظلم وزل رضيته عم نرضى فيه بس تنخلص نقدر ناخد نفس، لأنه هالقانون الموجود حاليا هو مشنا على المالك وهو قانون تهجيري عم بهجر لنا أولادنا، لأنه عم بيعطيكم حقكم بعد 9 سنين 12 سنة بعد 12 سنة. طيب أستاذ أنطوان، أنتوا ليش مش راضين بالقانون؟ يعني ما زال عاطي هالمهلة 12 سنة عم يحكي عنها أستاذ جوزيف، بيظل أنه واقع كمان المالك، ما فينا كمان نجي نجلده أكتر من هيك ونقول له أنه أنت صار يعني رزقك مباح للمستأجر إلى مدى الحياة، يعني ليش؟ نعم، قبل ما أقول أستاذ غادة ليش رافضين هذا المشروع. نعم. بدي أوضح بس النقاط اللي حكي فيها اللي هن 12 سنة. نقاط هي القانون هو لست سنين ويمدد 3 وثم 3، بس كيف تبلش 6 سنين؟ يعني 12. عم تعطيك 6 سنين
بتبلش بدءا من اول سنه يبلشوا يطبقوا عليه البدل العادل للمستاجر. يعني قديش ايجاره كل سنه في زوده بيرسنتج لتوصل للسادس سنه عم تدفع البدل العادل الكامل. انا بتعجب من هالقرار السخيف اللي عطيوه ل 12 يعطوه لسته. هيدا تم بعد درسه باللجان وبعد وعيني. يعني تداول استاذي غادة. بس هالايجار اللي عم يحكي عنه بتدفعه الدوله. استاذي غادة رح يدفع رح تدفع عن متوسط عن محدودي الدخل. ايه شو بدك تدفع عن الغني يعني؟ عن محدودي الدخل عظيم. مين بحدد مين محدود الدخل؟ محدود الدخل حاطين بلبنان فينا نحدد حسيد جديد يا استاذ غادة حاطين معيار بالقانون الايجاري. كيف بيعرفوا يلي لا يتخطى مدخوله ال 1500 دولار تقريبا يلي هن كيف بيقدروا يحددوا اليوم؟ اذا ما بيقدروا يطبقوا من اين لك هذا وما بيقدروا يحددوا ثروة حدا ولا بيقدروا يحددوا مهنة حدا وفي الهدر الجديد يا استاذ غادة كيف بيحددوا انه كيف واحد يعني معناتها هيدا اعطاء وهبات للمستاجر. طب ليش عم يعترض المستاجر؟ استاذ غادة انا بعد ست سنين بس يوصل بدل العادل وصوله للمالك ما في لزوم لهالقرارات السخيفه اللي يقولوا ثلاث سنين وثلاث سنين لحكما المالك بس كون وصل له. هي عم نحكي اذا في حال البدل العادل عم بيقبضوا بعد ست سنين رح يقلوا للمستأجر عود يا خي ما تفل لوين بدك تفل ما أنا صرت عم بقبض البدل العادل. مين بده يجيب من سريلانكا بده يجيب مستأجرين يعني ولا من زيمبابوي مستأجرين كبهم برا شو المشكلة ما رح تكبهم برا شو المشكلة شكرا العادل. إحنا مش هدفنا نكب حدا برا طب شو المشكلة يعني مشكلة. وين في مشكلة ما بعد هيدي ما بده يدفع لنا حقنا استاذي غادة بده يدعمه لست سنين وتسع سنين مش هون المشكلة وقفنا هون طيب وماذا بعد تسع سنين رح توقف الحياة 12 سنة يا خي 12 سنة أنا معك رح توقف الحياة خلاص عارفين رايحين كلنا مملين من هالدنيا يعني. طب بس كمان في مستأجرين كتير إمكانياتهم كتير أفضل من المالكين وفي مالكين عايشين بعوز وبحاجة أنا بفهم في مستأجرين مشان هيك أنا عبطالب هاللجين اللي قامت بهالمشروع على أي أسس درسته هل قامت بأحصائيات فعلية نزلت على الأرض وشافت شوف في صار شوف عملية غش كبيرة صار عملية غش كبيرة شوف في وضع اقتصادي شوف في وضع معيشي تنزل وتفوت على كل بيت وتدق علي وتشوفه هاي بدها لجان تقوم فيها ما فيها تعمل كمان قانون على قياس كل شخص لا مش كل يعني شخص يعني في مساواة بين اللبنانيين استاذي غادة في فوق 180 ألف عائلة عم تحكي بربع سكان لبنان يا استاذي غادة هيدا مش مزبوط هاي احصائيات مش مزبوطة انت احصائيتك احسن يعني بتعتبر احصائيتك احسن بدنا احصائيات دقيقة عملية غش كبيرة صارت بالستينات والسبعينات وقت يلي الدولة اجت قالت للمستثمرين وللمغتربين اللبنانية تعوا بنو أبنية ما تغير الموضوع هاي المنظومة دايما منحكيها لا هاي مهمة نحن دايما انه وقت يلي قالت الدولة هالأبنية الفخمة غير خاضعة لقانون الأجارات مين بيستأجر بالأبنية الفخمة هن الميسورين كابتن طيارة النايب الوزير المحامي المهندس القاضي الصحافي كلهم هو عم بيستأجروا اللي كانوا قديم بعدين بيجوا هن بالسلطة شو عملوا رجعوا خضعوا لقانون الإجارات هي أكبر عملية غش بتاريخ لبنان ليش أنا هول بدي أجي غطيهم وبدي أدفع عنهم أنا هول بحاجة لحماية السكن أنا أولادي وأولادك أولاد كل واحد مشاهد الليلة هودي حقهم يلاقوا مطرح أولادهم يتجوزوا ويقعدوا تحت سقف مش يهاجروا أنا بناشد كل أم أولادها هاجروا لأنه ما قدروا يتجوزوا لأنه ما قدروا يلاقوا مطرح وهاجروا هول أنا بنشدها تنزل معنا على الشارع وتطالب بقانون إيجارات جديد تيقدروا أولادهم يرجعوا يلاقوا مطرح ويقعدوا يسكنوا ويبنوا عائلة فيه يا أستاذي في موضوع هل اللي عم بيحكي الأستاذ الدولة هي المسؤولة حاجي زدت اللوم على المستأجر برافو حاجي يقول إذا الدولة أنا مسؤولة معك. واليوم عم نعمل قانون ليه اعترفت بس شو هالقانون الهميوني اللي عملته ما انه قانون يتكل عليه قدر امن 12 سنه يا استاذ بدي ضل حملك انا بدي اعطيك مليون سنه انت كمالك انا بعطيك حقك انه الملك صاروا سنين شكرا. موضوع اليد عليه انا بقول لك بس ما حق شكرا. على المستاجر اللي فات بعقد شرعي فات ما تصلبت على ملكك فات بعقد شرعي ومدد له ل 70 سنه 70 سنه تمدد له غرر بالمستاجر في حالة فيها غلط وفيها غرر صح غرر بالمستاجر وتمت الصلبطه على ملك المال المستاجر 40 سنه صار له قاعد ببلاش هي بدها خطه نهوض ليه غرر بالمستاجر غرر بالمستاجر لك بعطيك فكره غرر بالمستاجر لانه هالمستاجر عود لك انت مستاجر وانا كل هذا بمدد لك لقضايا سياسيه انتخابيه لانه كتله المستاجرين طبعا هي الاكبر بيننا وبين المالكين اذا في مالك واحد اعطيكي مثل
لبناية في عندك على عم تعترف انه هن اللي صوتهم خافت يعني ما 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 في البركه في البركه الاستاذ جوزيف ممثلهم في البركه لا 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 انا بحكي موضوع أعرف. مش خافت انا قلت لك انا انطلقت مش من مزيد من, من موضوع انه عم نحط اللوم على الدوله ليش لانه قلت لك ظلمت هون وظلمت هون المستاجر غرر فيه سنين طويلة نعم. وخاصة وصلنا لوقت انت بشو مظلوم معلش استاذي الكريم وصلنا لنهار انا اعرف انت وصلنا لنهار اليوم ما بقى حدا في يشتري شقة يا ست غادة انا بحب اعرف المستأجر بشو مظلوم انا لو في خطة اسكانية عم بيسألك سؤال بشو مظلوم المستأجر بشو مظلوم المستأجر المستأجر بده سقف بده سقف يقويه اليوم مع هالاسعار الجنونية اللي صارت يا استاذي غادة وين بعد في الواحد يجوز ابنه وين بعد في يجوز بنته وين هو اذا شلتيه ما بدك تعديه شو حق على المالك تعرف شو السبب حق على الدولة السبب هو انه الايجارات اللي حطته الدولة خطة اسكانية جدية لم تكن بها الدولة طب ليش ما بتتفقوا مع بعض عم بتحاول الدولة حتى تواجهوا الدولة ست غادة لحظة نحن مع المصلحة العامة ونحن بدنا كل لبناني يكون في سقف فوق راسه هيدا حقنا كلنا يوم إلك يوم عليك كلنا فينا نكون بأي موقف نحن أكيد من طالب الدولة إنها تحمي ويكون في سياسة إسكانية مثل ما بيتفضل يقول نعم. والدولة عم بتحاول في قانون الإيجار التملكي صحيح. يلي هو بيوجد في وزارة الإسكان وفي تعمل شعبية وزارة الإسكان أنا عبطالب وزارة الإسكان هلأ وزارة الإسكان موجود. مش موجودة لغيوة في بنك الإسكان بنك الإسكان لمين بيعطي يا أستاذي غادة لبعض الفئات المحددة أنا شو بعمل بالمتقاعد شو بعمل بالأرملة شو بعمل باليتامى شو بعمل بالمسنين كبهم بالشارع اوجدوا الايجار التملكي يلي ما في شروط اي ايجار تملكي ما في شروط لا على عمر طب ولا ولا يطبقوه ايجار تملكي لحظه الايجار التملكي حسب ما قال الاستاذ روبير غانم عم يصدر هو انه الاجارات سوا يا حصار يا حصار بالايجار المشترك خلينا نسمع صوت المشترك بس الايجار التملكي لا احكيك عن الايجار التملكي استاذ جورج استاذ انطوان شمعون هو اللي استعانوا فيه وبعرفوا من 30 سنه استاذ وعدت انا وياه قال لي هيدا حط براس عطول دغري قال لي ما بيحكي المستأجرين القدامى هيدا بيحكي ليش عم بتقوله أقوال هو ما قاله إذا هو ما أنا إذا بتريد أنت قول اللي أنت بدك تقوله خلينا نسمع هو يقول اللي بدي أقوله ليش عم بيحكي عن ناس مش موجودين هو بيحكي أنا كمان بعرفه لأساس ما عندهم سقف وأنا حكيت يعني الشباب بالعكس تماما دخلهم مقبول قدروا يشتروا شقة أنا كمان بعرفه لأساس أنطوان شمعون واجتمعت معه بصفتي رئيس تجمع المالية إسكاني بفوق $1000 بالشهر وقال حرفيا قال لي ما رح يعطوا هيدا مدخل واسع بس ما رح يعطوا لحل مشكلة الإيجار التمليمي ما رح يعطوا إيجار تملكي لحدا ما عنده معاش يعني شو لك ما في شرط المدخول شو ما في شرط المدخول اللي ما عنده معاش بيعطوه بيعطوه ومثل ما بيدفع الأجار الجديد بنتفة صغيرة زيادة بيدفع الأجار التملكي بعدين خلينا نشوف شوي الإحصاءات الإحصاءات الرسمية بتقول في عندك 13,000 مستأجرين من العمال وما دون الطبقة الوسطى أي هي الإحصائيات هيدي وين أي إحصائيات أي إحصائيات كلها مبنية أنا ما إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية عندي وزارة وين فرجيني إياها فرجيني إياها لو سمحت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية لحظة أنا رح بقول لك إياها مستأجرين يا آخر إحصاء حسب أستاذ روبير غانم بحسب آخر إحصاء حسب تصريح للأستاذ روبير غانم مع إذاعة لبنان راديو إذاعة لبنان الإذاعة الرسمية منو مين؟ أستاذ روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بيقول الملف كله معه لأستاذ روبير بيقول آخر إحصاء أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للعائلات الفقيرة فقد أجرت إحصاءات وأرسلت استمارات وهذه الإحصاءات جرى التدقيق بها من قبل الشؤون ووزارة الداخلية وبالتالي تبين أنه حتى اليوم هناك 13,000 عائلة أحصيت بأنها عائلات فقيرة وهي تستحق المساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية يا عم عندك 40-50 ألف أقول هذا طرابلس فقيرة شو عم يحكوا بيقول أقول هذا حتى عم يحكوا على مشروع في موضوع أن قانون الإيجارات سيرمي الناس في الشارع يا أستاذ جوزيف عم يحكوا هون على موضوع العائلات اللي تحت خط الفقر يعني اللي طب مين بدنا نحمي الأغنياء أستاذ مرسل مساء الخير مساء النور حضرتك عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أين نعم. أنت من هذا السجال الحاصل وماذا تقول عن القانون الجديد المنتظر واللي موجود حاليا عند رئيس مجلس النواب قبل ما أعطي رأيي بموضوع نعم. بقانون الإيجارات بمشروع قانون جديد نعم بدي أقول أنه أول شيء في خلينا نعترف أنه هناك أزمة اسمها أزمة سكن نعم وبلدنا
منه بحاجة لأزمات جديدة. بتعرف أنت اليوم البلد بكل القطاعات وكل المجالات فيها أزمات. نعم. موجود. وبالتالي إجت أزمة سكن موجودة بسبب أساساً هي مسؤولية الدولة بتأمين السكن. نعم. وحق المواطن بسقف، لكل مواطن له حق بسقف. هيدي كفته القوانين والتساتير بس كلها. مش على حق حساب الملكية يا الملكية لحظة. كمان نعم؟ الملكية الخاصة كفالتها الدساتير يعني مزبوط. كمان كفى الحق ما في شك. أولا معلش، أولا كل مستأجر قاعد ببيت بناء لعقد. نعم. وأصحاب الأملاك مزبوط هن مغبونين ونحن مغبونين في أزمة، في مسؤولين عن الأزمة، مش المستأجر هو المسؤول عن الأزمة. نعم. في دولة كان مفترض فيها أن يكون في عدة خطة وبرنامج. طب ماذا تقول يا أستاذ عن الملكين الفقراء اللي ما قادرين هلأ يعيشوا، اللي عندهم أدوية مش قادرين يشتروها؟ شو بتقول يعني لهالشريحة من الملكين اللي بيتساووا بالهم كمان وبالأزمة المعيشية؟ ليك ست غادة أنا ما عم بقول إنه ما في ظلم، في ظلم، يمكن في ظلم. نعم. المستأجرين هن الأكثر ظلما. أنا بدي أفترض أول شيء بدي صح مثل أكد الأستاذ أنطوان، مشروع القانون بيعطي 6 سنوات فقط لحتى يصير الإيجار بما نعم. هو متعارف عليه، وبالتالي بعد 6 سنين المستأجر شو بيعمل؟ يعني أنتوا رافضينه. طيب شو بيعمل؟ معنا كمان هذا جانب. نعم. الجانب الثاني، الجانب الثاني مشروع المستأجر عم بيعترف بأزمة سكنية بس مش عم بيشوف وين مين مسبب يعني لها الأزمة السكنية هاي. أزمة الأكل وأزمة الشغل وأزمة الكهرباء، كل الأزمات، شو بيعمل المستأجر بعد؟ نعم. وين بيروح بعد 6 سنين؟ طيب معنا كمان خلينا نشوف بالعينتين يا استاذ مرسل، عم نحكي الموضوع انه في ظلم بالمطرحين. في ظلم اليوم عندنا مبنى فسوح اللي يعني انهار السنه الماضيه، هو مر عام على انهياره. اكيد كلنا كانت قلوبنا مع اهالي الضحايا، مع المنكوبين، مع اللي اختربت بيوتهم، ولكن بمطرح كان في مالك دفع الثمن وادخل الى السجن. ماذا اليوم عن مباني مهدده وقايله للسقوط؟ المالك مش قادر يصلحها، مش قادر يرممها، بالوقت اللي المستأجر ايضا قاعد تحت الخطر ومش قادر يطلع منها، وهيدا واقع مرير جدا. سيد كلود السعادة مساء الخير. مساء النور. تفضل. يمكن بعد ما طليت بالاعلام وحكيت بشكل يعني هيك شوي واضح، شو بتخبرنا عن تجربتك؟ وتم يعني كتير الحكي عن بعد سقوط المبنى عن مسؤولياتك وعن يمكن أنه أنت كنت عارف المبنى بده يسقط، خبرنا شوي عن القضية. هذا الكلام اللي حكى كله كلام فبركة وافتراءات. هلأ مضي سنة على انهيار المبنى. نعم. أول شيء بحب واسي كل العالم المتضررين من الانهيار. نعم. وبقول للجميع أنه أنا كمان واحد من هالمتضررين. نعم. وأنا كمان خريب بيتي، بس مش هني بس أنه خريب بيتهم. نعم. العالم من سنة لليوم سمعوا صوت طرف واحد، ما سمعوا صوت طرف تاني اللي هو أنا. تفضل ونحن عم نوصل لك صوتك. أوكي. وبتشكرك على هالمقابلة مدام غادة. وما حدا سمع صوتي. أنا أول شيء لأني كنت محبوس لمدة 2 شهر. نعم. ظلما أنه بعدني لحديث اليوم ما عرفت أنا ليه توقفت 2 شهر. وكانت رغبتي أنا أنه أنا أبعد شوي عن الإعلان، يمكن أنه تم حتى أحكي كلام وجرح بحدا، لأن إذا بدي أحكي كلام بدي أحكي كلام كتير واقف، لأن طولتني كتير إشاعات وافتراءات. وكان في واضح تقصير من بعض وسائل الإعلان بإبراز طرف واحد كأنه ضحية، والطرف الثاني اللي هو أنا أنه أنا كأني جلاد أو مجرم. في أولويات بالضحايا، يمكن لأنه كان في موت وكان في نكبة وكان في مصيبة، الإعلام سلط الضوء على هالمصيبة. ونحن دائما كنا إلى جانب أهالي الضحايا والمنكوبين بمبنى فسوح، ولكن هذا لا يمنع أنه أنت لك المنبر والحق أنك تحكي وتعبر عن اللي أنت بدك تقوله. تفضل. كليك زو. هلأ من بعد مرور سنة لازم نوضح الأمور. تفضل. وفي إشاعات كتير طلعت، يعني الناس والسكان أخذوا مجدون بالإشاعات من سنة لليوم. نعم. وفي مثل بيقول يعني على اللبناني، وقت توقع البقرة بيكتروا سلخينة، حتى
مدام بعد السياسية استغلوا هالحادثة للأسف. صح يعني صاروا طرف مثل دايما يعني السياسيين بسوا على مصير بينزلوا ليتصوروا وحملوا الراية ومشوا. نعم. الناس وراهم ضدي. نعم. يعني وما سألوا عن الحقيقة وما سألوا عن السبب ليه انهارت ليه انهارت. شو الحقيقة قبل فاصل الإعلاني؟ شو الحقيقة طب قبل أنا بدي أحكيكي شوي عن معاناتي قبل. نعم. إنه هالسنة كيف أنا قضيتها. نعم. هلا مثل ما هي مأساة على السكان كمان هي مأساة علي وعلى عائلتي، يعني أنا ضحية مثلي مثلهم. أنا ملكي راح، حجزوا لي البناية، حجزوا الأرض وعم بتاجروا فيها هلا الدولة وغير الدولة كمان. كيف يعني؟ لأن هلا حطوا إجت هيئة العليا للإغاثة وضعت يدها على العقار وحطت حجز عليها بمليون ومئة ألف دولار. ما هيئة الإغاثة دفعت تعويضات بس ما مش شرط إنه تحجز المبنى. لا بس هلا هيئة العليا للإغاثة يعني هي عم تتكارى من كيسة مش من كيسة، لأن حطت بس إيدها صرف لإلها، يعني صرف مبلغ من مجلس الوزراء للهيئة الإغاثة مزبوط للتعويض على الأهالي المنكوبين. مزبوط بس هيدا دغري تاني نهار أرجع بالطلب لمجلس الوزراء وأخذ السلفة مليار ونص، وكمان مع الطلب أنه هي بقى تحجز العقار حتى ترد المصريات اللي دفعتهم. وهلأ حاطين علي هذا الحجز مع فايدة يومية على التأخير، يعني هلأ الدولة رافع علي دعوة وبدأ فايدة، بدأ بالإضافة إلى المليون ومئة ألف دولار بدأ فايدة يومية عنهم. أنا مدام موظف، أنا ريت بنحجز. أنا انحبست ظلم شهرين ما بعرف ليه، أنا عملت سياحة بين السجون، أنا فت على السجن الأشرفية، رجعت رحت على السجن العادية، رجعت رحت على القبة بطرابلس، قعدت جمعة، رجعت جيت على رومي، قعدت حوالي شهر ونص. يعني أنا إذا بدك بعطيك ملخص عن السجون، إذا بدك صرت فيك تستقبليني كأني أنا أصحاب سوابي وبقول لك شو في بالسجون اللبنانية، بعمل لك كتيب عنه بفيدك بهالأمور. إن أنا دفعت كفالة نقدية مدام 100 ألف دولار تطلعت الربط استدعت حتى نزلها ما قبله. انت ما كنت ابدا عارف انه هالمبنى رح ينهار، انه متصدع، انه ما كنت عارف بهالحقيقه يا مدام؟ حتى بالتحقيق قدام قاضي التحقيق. نعم. كل اغلبيه سكان البنايه قالوا، سالهم القاضي التحقيق هل كنتوا تشكوا من اي خلل بالبنايه؟ كلهم قالوا كلا. يعني في سيد كلود سعادة خليك معنا، مضطرين لفاصل اعلاني، رح نرجع بعد الفاصل ونكفي معك. أوكي. فاصل اعلاني ومنكفي. اوكي منتابع معكم الحلقة، رح نتابع معك سيد كلود سعادة. اليوم انت من هالمنبر شو بدك تقول؟ لمين بدك توجه الشكوى اللي عم تتوجه فيها؟ لوين يعني؟ لو شو رح تعمل يعني؟ مدام أنا بس بدي أقول إنه الكل جرب تحميل المسؤولية. نعم. ولأني أنا المالك يعني، وكل تنصل من المسؤولية وخاصة الدولة وبلدية بيروت وتخبوا وراء أصبعهم وصوروني. أنت كنت مخالف في مخالفات ببنائك؟ مدام البناية من سنة الستين. نعم. لحديت منهارت هي مثل ما هي. نعم. يعني ما نزاد عليها، لا بل في مستأجرين بالطابق الخامس والسادس بالحرب سنة 80 زادوا على شقاهم، في واحد عمر شقة عمر طابق عمر شقة عمر أوضتين وبرندا، وفي واحد عمر أوضة وبرندا. كيف خليته وين في قضاء؟ بده يدق مسمار الواحد اللي غيرك تغريب طب عليه. شو هالحكي يا اسنان؟ خلي الزلمه يرد عليك. 40 50 سنه انا شخصيا عندي دعوه، اخل بالعقد مش هذا العقد. الزلمه ما الحكي هيدا؟ خلي الزلمه يحكي، ما الحكي اذا بتريد يا اسنان. حتى الحق على التاجر. شفت يا عمي؟ يا عمي اسنان بدك تبرجلك الميل التاجر. لو سمحت يا زلمه يحكي. تقرير واضح، روح شوي على الصحيحه قبل بعدين تدخل يا استاذ. خليك رايق وما حد ما هلا ترفع لي اصبعك وش عاوز تعمل. خليك رايق واسمع الحقيقه وبعدين خمس طوابق. لو سمحتوا خلينا نسمع خمس طوابق. يا اخي هيدا هون يا اخي انت مالك بالخصه لشو صرت فيها؟ انا بدي احكي هلا لو سمحت، يعني هيدا واقع البناء بكل لبنان، هيك واقع البناء كله مخالف. انا بخط بلديه بيروت انا اللي قلت بهالشيء، هي اللي هي اللي هي اللي طمش فيها. لو سمحتوا بتتحمل معهم لأنه طواطئ. هاي هو الفساد بعينه يا أستاذي. لكن من عم منبرك ست غادة، نحن منطالب الدولة اللبنانية والقضاء يبرئ كلود سعادة. طيب يا عمي كلنا كلود سعادة. بشارك وبشارك 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 وبشارك. ايه
أنا عبقلك شو نينتنا لازم نطالب الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني بتبرئة لو سمحتوا أستاذ جوزيف لو سمحت حقوق أهلية حقوق لو سمحت لو سمحت خلينا خلينا هو يحكي عم تحكوا عنه شو هالحكي هيدا تصريح خطير أنا بحطه براس من النيابة العامة الفساد أنا بحطه تتحمل مسؤولية كلامك هلا على هالحلقة على هالحلقة حيش تحط لي مسؤولية أنا بحطك تحت المسؤولية كلامك ما نحن بجمهورية أفلاطون مسؤولية كلامك يا مسؤول هيدا الواقع بلبنان أستاذ رضوان لو سمحتوا شوي معلش خلونا نحكي يعني هيدا واقع البناء بلبنان خلينا خليك يا مدام فات علينا أستاذ أنطوان وبعد ما فهم الحقيقة خلينا نكمل كلمتين حتى بعدين يفوت قد ما بده يحكي وما يقطعني أنا تركته يحكي خليني أحكي أنا تفضل في مستأجرين قلت لي خالفوا عمره بسنة 80 بالحرب نعم. وفي مستأجر أقر قدام قاضي التحقيق أنه بسنة 80 هو عمل مخالفة وأقر وجميع نعم. التقارير أقروا أنه هو بسنة 80 عمر على شقته نعم ما مش عم نفتري على حدا نحن جو عمر بس بليز جو عمر خليه يحكي الزلمه خي اسكت شوي اذا بتريد بدي اسال عم يضربني كمان على الهواء يا استاذ شو بك انت ليش عم تضربني مين ضربك مد ايدك علي يعني معلش بدنا نسمع يا استاذ جوزيف اضربني عيدي بتمنى عليكم يا استاذ يا كرام خلينا نروح شوي خلينا نروح انت رجل فيه هاي لازم يسمعوها المسؤولين مشان هيك عم بدعي ومن نواب وزارة اسكان لازم يرجعوا يحلوا وزارة الاسكان لو سمحت من خلال وزارة المؤسسة طب اعطيه غيرك دور يحكي لو سمحت استاذ كلود استاذ كلود يا استاذ انطوان لو سمحت استاذ كلود تفضل هلا اتهمونا انه نحن انا ما حكيت كثير حكي بس نعم. هون الكلام لازم الناس كلها تعرفها لان هيدي الحقيقه يعني انت عم تحكي عن شغله مهمه هي برسم فخامه الرئيس اللي تدخل ليدفع لحتى الاغاثه تدفع التعويضات انه الاغاثه هي حجزه على المبنى وبحجزه على المبنى في هالمترتبات عليك ان شاء الله انه يكون وصل صوتك شو بتحب تضيف تفضل يا مدام انه نعم. هلا اتهموني انه حتى انه انا عمرت على البنايه او جزء شلت قسم منها المستأجرين هن اللي زادوا انشاءات من هيك نهاري من نعم. هيك نهاري وهيدا كله كذب هلا خليني كمل شغله على مستأجرين معلش خلينا نكون نلحق الامور مثل ما قال الاستاذ انطوان انت ادعيت على المستأجرين اللي زادوا انشاءات بالمبنى عندك بوقتها يا مدام انا ما ادعيت على حدا روقي بس خليني كمل لي شغلي انا خيي كان بالبناية لحظة الحادثة نعم. ولو ما العناية الإلهية وعلى جزء من الثانية كان مثله مثل الضحايا نعم. لو كنت أنا بين الضحايا وخيي مين كان بدأ الدولة من مين بقى تاخد حقها نعم بدأت بكل الأحوال نحن وصلنا صوتك كان في مخالفة خليني كمل لك شغلتين كتير مهمين مدام قبل وإجا وكشف وقبل الانهيار خليني كمل في شغلتين مهمين خليني أحكيهم يعني هلا أنا تحت القانون وأنا بدي تبين الحقيقة نعم. لأني أنا آخر واحد بالتراتوبية بتحمل من هالكارثة نعم. في مين بيتحمل المسؤولية الدولة وبلدية بيروت خصوصا أنا قبل 3 أشهر نعم. أنا قبل 3 أشهر قدمت طلب على المحافظة وعلى بلدية بيروت نعم. حتى إزالة المخالفة وإجا مهندس من البلدية بشهر 11 وكشف على نعم. البناية وقال في المخالفات بس ما كلف حاله يطلع يقول لي وين المخالفة قلت له طلع أجرد للبناية تعرف وين المخالفة تزيلها قبل 3 أشهر نعم. واسمه موجود بالتحقيق وهالشي سبب بالتحقيقات ودعوه على التحقيق وإجا وكل شيء وقال كل شيء وكمان أنا سكان البناية هن المخالفين مش أنا وكمان كمان بدي أقول إنه وضح كتير شغلة كتير مهمة نعم. قدام قاضي التحقيق وقدام كل التحقيقات سكان البناية أبدا ما قالوا إنه اشتكوا من أي عيب بالبناية نعم. ولا قالوا لي قبل وشي البناية كانت صاغ سليمة
هون في نقطة، يعني أنت هون اليوم تدعو إلى أنه يرفع الحجر. هلا في بيت الأصيل، خليني أحكيك، هون بيت الأصيل، هون تسمعيني، في بناية حد عم تتعمر. نعم. هل بناية حد عم تتعمر؟ يا أستاذ أنطوان معلش، يا خيي خليني أروح أستاذ أنطوان، خليني أخص على الشغلة. أستاذ أنطوان بتمنى عليك أنه هذا دوره. هون أستاذ أنطوان ما عم سبق، أنا بحب أعطاني هلا. عم يعطينا معلومات مهمة. أستاذ كلود تفضل. أنت عم تدافع عن الناس بالهواء، ما في ناس هون تدافع عنه. تفضل أستاذ كلود، شو عم تقول؟ في أصحاب المبنى المتلاحم. نعم. حدي. نعم. واللي نعم. هو قايد الانشاء. نعم. اللي هو صابب حيطه على حيطه. نعم. اللي هن بالتحقيق هو اصحاب المبنى من. نعم. بيت أرناؤوط قالوا. نعم. بالتحقيق انه هن بنيتهم بعيده عن بنيتهم مترين. نعم. هيدا كذب. نعم. وخلي هلا افرجيكي صوره كيف هن البنايه متلاحمه مع البنايه اللي انت بتعتبر انه اساسات هالبنايه الملاصقه اللي ما تم فيها تراجع هي اللي ادت للانهيار، يعني هيدا هو السبب الاساسي اللي ادى الى انهيار المبنى. المبنى ما بيشكي من اي عيب، هو اجى صب علي. نعم. وعمر 9 طوابق، وهلا هو لو بدك اسالي الحي كله هنيك كيف عمر البنايه. طب ما صار في تحقيق مع واقع المبنى المجاور والتقارير الفنيه، وما ارسل القضاء، يعني ما طلب القضاء تقارير فنيه ليشوفوا السبب اذا مزبوط السبب من البناء المجاور. هول الناس اللي عم بيعمروا البنايه في ناس بالدوله كتير كبار وراهن وبالحكم اف وبيعملوا البدن إيه. يعني بكل الأحوال هيدا الواقع المأساوي اللي عايشينه. العلاقة بين المالك والمستأجر تحتاج إلى تنظيم، المعاطاة مع المالك أيضا، نحن مع حقوق المالك أيضا، وعدم جلده في حال انهار مبنى، لأنه في كتير مباني فاستستوه من كل شيء قايلة للسقوط. حتى نعم حتى نعم. كان حفر بير، حفر بير وحط البير عمله بدقاقة. بكل الأحوال نحن رح نتابع قضيتك أستاذ كلود مع المعنيين ونتابع تفاصيل أكثر. شكرا لوجودك ولساقتك بالبرنامج. كل كمان وبتشكرك. أنا بدي أعتذر من السيد مرسل ما أعطيني وقت كتير يحكي. شو جاي يعمل هلا؟ نعم سؤال نعم. سيد مرسل ما في معنى وقت، بس تفضل كلام الأخير لألك. تفضل أنا تفضل طول. انا بدي احكي ولا مين بدي احكي؟ تفضل حضرتك تفضل. يكون عادل بهالقضيه. تفضل اعطيت فكرتك يا انا يا هيدا بالنهايه خليه يكون عادل بهالقضيه. وانا مش كل واحد بيقدم طلب تيحجز لي معاشي او تيحجز لي انا عقاري القاضي دغري بيوافق له بدون اي ميد وسملات. مرسل تفضل بكلمه اخيره. تفضل بكلمه اخيره. بدي اقول انه في ازمه اسمها ازمه سكن. نعم. وهذه الازمه مسؤوله عنها السلطات المتعاقبه. نعم نعم. وبالتالي أنا بتقديري أنه يجب أن يكون في هناك هيئة من تمثل مختلف الأطراف، مالكين ومستأجرين ودولة بمختلف الوزارات، وزارة إسكان، ينوضع مشروع قانون عادل للإيجارات يحفظ حق المالك ويحفظ حق المستأجر بكل الأحوال. يمكن هذا الملف يقوي عائلته. ما بصير المستأجر يطلع برا الشارع. بدنا ننهي الحلقة معلش. نحن مش أول مرة بتطلعوا معنا ولا آخر مرة. المالك مش مكسر عصا. أنا بحب أعلن عن رقم خط ساخن للتجمع. نعم. تجمع لأي من المالكي. تجمع نعم. مالكي الأبنية المؤجرة لأي شخص من المالكين القدامى أو الجدد. نعم. بحب أي استشارات قانونية مجانية. نعم. أي شيء معلومات هو 7142917175 بعيدوا 7142917175. وبحب أنا ناشد كل الأهل يلي عندهم أولاد ما عم بيقدروا يلاقوا بيت ليتجوزوا يقعدوا فيه، سببه هو قانون الإيجارات الاستثنائي التهجيري. وصلت ما بقى في معنى وقت يا أستاذ أنطوان. مش أول مرة بنستضيفكم ولا آخر مرة، وهيدا الملف رح نضلنا نحكي فيه. عن وزارة المهجرين ما بقى في معنى وقت. انتهت الحلقة يا أستاذ أنطوان. انتهت مشاريع مشروع انكشف. بطلب من الدولة انكشف أستاذ جوزيف. حلوا دولة وزارة الإسكان هيدا ملف شائع وطني وانت مش منحاز. خلوني انهي الحلقه معلش. روح شوي. كيف هي شكل وزاره الاسكان كله انت عم تخش. يعني انا متعاطفه معكم حزبيه وزاره المهجرين. لو انتم سياسيين ما خليتكم تحكوا على هذا غش. وزاره المهجرين يعني ناطره مهجرين عم بغش اللي هن راح يكونوا المستاجرين القدام. عم بغش وعم بيهول وعم بفسر. اسمحوا لي انهي الحلقه بتقرير مش مزبوط. بترجاكم اسمحوا لي انهي الحلقه بتقرير من يعني مصور ومعبر من مبنى
قايل للسقوط، ما بعرف إن شاء الله أنه ما حدا بينأذى وإن شاء الله أنه ما في ولا مبنى بيسقط، ولكن هيدا المشهد من فرن الشباك هو بمثابة دقنا قوس الخطر لكل المعنيين لكل المسؤولين. لا بدنا أنه المالك يدفع الثمن ويروح على السجن، بدنا قوانين عادلة ترعى شؤون الناس وتحكم بين المستأجر والمالك وبين كل الناس، وتصبحوا على ألف خير. مننهي بهالتقرير إن شاء الله ما يكون عندنا فصول. أنا خايف خايف خايف، بدي أقعد بأمان أنا وعائلتي، ما بدي نام وخايف. طلع بالسقف بقول هلا بدي ينزل علي، طلع بالجسر بقول بدي يقشط الجسر علي، يعني حالي. وبعدين هيك قلبي عم بيعمل من الخوف مش من شيء. أنا يوسف أيوب، مستأجر بهالبناية من 40 سنة، 43 سنة قاعد هون. هالبناية ما حدا اهتم فيها من وقت اللي جيت أنا لهون. صاحب الملك بيجي آخر الشهر كان يجي يقبض ياخد أجاره ويروح. صار زمان معمرة، صار ينزل شقف بطون على وبين الحديد عن البلاكين ومن الدرج. صارت حالة الأشرفية، صرنا نخاف، قاعد وخايف. ليش؟ مية الشتي عم تنزل على الأساس على عواميد لتحة الأرض من الميلتين من هون ومن هون. فهذا وقت الأرض ترتخي تحت العمود معناتها صار في خوف أكتر من الفسوخة يلي مبينين على العالي. الخوف تحت أكتر، الخوف على البناية أكتر ما تسقط. يعني كل شيء تضبط بين صاحب الملك وبين البلدية والمغفر والنيابة العامة عطيونا مهلة لحتى نفل. المهلة أضيع عطوكم إياها لتفلوا 10 أيام من شهرين. أنا قاعد وخايف بيني وبيني. كان تاني يوم رحت أنا ومرتي وابني وابني تندور على بيت، عم نلاقي بيت، عم نلاقي بيوت بالسبعمية $800 ها؟ $900. واحد قال لي بدي $1200 أجار البيت. يعني أنا لمن أنا معاشي مش هالقد، أنا كيف بدي أدفع 800 و700 و600 يا سيدي؟ بدي أدفع أجار بيت إذا كان غالي كمان بدي ضلهم، بدها تقشط تقشط علي، شو بدي أعمل؟ هلأ إذا النيابة العامة بدها تشيلني بالقوة، وين بدها تحطني؟ تحطني دبر لي مطرح وتقعدني فيه. معرضين بالسقوط، بدها تسقط. أنا ما أنا شايفة بتترمم، بدها تسقط. وإذا سقطت هونيك المشكلة، يعني هذه الدولة بدها تبحث فيها مش أنا. أنا ما بعرف، أنا مش طالع من هون إلا ما أخذ تعويض. خلوه صاحب الملك قال اخلوا البيت في حال قشطت البناية، إنه هو عم بيرمم. إذا قشطت هون المشكلة، شو بدي أعمل أنا؟ أي مسؤول بده يستقبلني ويقول لي تاع؟ ما حدا، أي وزير أي نائب أي عم يحكوا بالنيابة هلا بدهم. هذه بمعالجة الدولة يلي هي ملتهية هلا بقانون الانتخاب، مش عم بيلاقوا له حل. القانون الانتخاب يلاقوا لنا حل إلنا نحن الشعب يلي عايشين بقهر، عايشين بذل. خيارك